الآن نستمع إلى كلمة توجيهية من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبطالنا الأشاوس، وبارك الله فيكم وفي مساعيكم، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أنا سعيد بتواجدي بينكم في ميدان الشرف، وفخور بمنجزاتكم وما تقدمونه من أعمال مباركة لحماية الوطن وحراسة حدوده. بارك الله فيكم وحفظ الله قيادتنا ووطننا من كل سوء ومكروه. أكرر، بارك الله فيكم، فأنتم ترفعون الرأس، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. عليكم على هذه الكلمة المباركة التي لها دور عظيم برفع معنوياتنا. نسأل الله أن يحمي الوطن ويرحم الشهداء ويجزي المصابين، ونسأله سبحانه النصر والتسكين في ظل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.